يا هي بيك بحلقة هيدنوت برنامج حبون دمهره. البرنامج دوم ما يطرق الله وايد دمهره وتاريخه وطوفه يا شيكم الباط من الشخصيات ومعلم دي ولتن وهذا رايح خيورد بكياب محافظة دمهره. هرقي بحلقة ذيمة لامود ذا بيت وكنيد ذا زي هرقي الحرمية مهرية وذي تقدم انته برحبت وذي ذي ميزنا مهرية من قيرس. حرمية مهرية هي سمكنت برحبة سوباردس وتخود مرحبت بميكن من مقاطق نهاوت نهورق الحرمية مهرية نهورق المشرحتس وسخويس نهورق الحرمية ذيمة وزعتس فسيت الأولى بيت وسيامودة وضومة كله يميزنا مهرية من دويد رحبية ذي مهريه زموت حرمية مهرية ميكن من مزايا لقريت تميز انتسن عن غير سم من الرحيب حرمية برد مهريه مرحبا بطيفون قيوق وقزول وتقايق السهبة بيتلا وذا ذي ميزن أمهريتن أنتن وتشفكوت خارق لا من بيت حيبس وغايقس يدخلوا البيت ذي حديدة ويبين هيس بيتس وميكن من مزويا همهريتن قربا يا بعض من سين بركس تطلع عظامه وبه شخبور نحبون ذي مهره فغليك أمشين قول نساء محافظات المهرة صفاتهن الكرم والأخلاق الحسنة والتربية ذلك كرام الضيف إذا حتى ولو كان ما رجال مش موجود في البيت تقوم المرأة بواجبها تجاه الضيوف. والله صفات النساء بالكرامة بالضيافة وبالبيت حقها المهمة وبالواجبات حق الضيف يقصد الضيف تقرب له الفوالات والكرم وال يعني الكرم الضيف واللي ينوب الضيف يعني بكرامه بمسؤوليه البيت. بسبب حافظه المهره اسفات بصفات الكرم يعني هي بالنسبه للبيت هي يعني تنوب عن الزوج عن ذكر عن الرجل يعني. والله دور المراه في المجتمع المهريه دور لها دور عظيم طبعا في اولا في بيتها تقوم بواجبها تجاه زوجها وعيالها ثانيا في إدارات كانت في مسؤوليتها تقوم بأداء واجبها كاملا ثم لها دور عظيم في محافظة المهرة وذلك بأداء القيام بالإحضارات المهرية والمحافظة على الألغال المهرية وأكثر من هذا. والله دورها في المجتمع يعني بالواجب اللي في المجتمع يعني كان في زها عرس وهذا لان محافظات على طريقتهم القديمه وتقاليدهم وامورهم القديمه كامل محافظين عليها لليوم والليله. اول شيء حافظ الانسان المهر على عاداتهم وتقاليدهم بالتمسك باللغه المهريه هذا اول شيء. ثانيا بالتمسك بالعادات الاولين هو كرام الضيف. حرميت سهام وكنيت وسيبات يا بيت تخدم السكنس وسيري بذا قيقس توين انته بمقاطي كل حرمية مهرية تمرحب طيفون وتسدود من قيقس وته ببيت لا وذي مسرحتين تيمه أمهريتن اللي يقف لويد سن تولي قره ميكن من السنين ووقت ده استور لا لكن تزرومة مهرية سلي كله فطيقس والسكنس ثنيايا بركس برك تقرير دمهريت انظامة وهاتن أقعد مهامتين حوليتن تولي تقرير. المهرية هي صدور واضح من الدويل وحاد ينكره لا أحرميت وقيت الطاط يكمل نقاها ومهرية برخد موت برك حيصال وبوقت ذكم كوت خور فتكيس استوزن منه وتطوبخ حبنسة في سيها موبات يا بيت والوقت كله والأصور كل أحرميت تخلو الفيت لذا بيت فتحوط بحيدس وتقامن حطاب وسيور مسافات لقريت أوبلا كوت فتخوبز وتأخين بالي طيقة وطليفنسة وتخيط خيديرس وكلت حما بحيدس
وتقدمنا قزون وتلحيكا ليس تخطينا قوزل وتليلا مثل لوتن التنجيزن فتلسا في ساعة وتريدنا قزون حمو منها بيولت والمسافات ريحك فتورو ضرب عير تتخوف بطيقة وحتى لو هروق عن مهريتن هاوليتن وذيذك قديمة نوصول موصال لا ونحوم حلقات وحلقات وطردو مكلة نقدر لا نهو في سحكس فقرة ديمة هم تابعين كل ليذي غرب المهرية لا طروحن هيك فقرة ديمة لان ممكن بهال المهرية وما نيسن بربيت وبرك حلقة ديمة ما لي موت انتيكم مهلية ثريت المهرية وسين قروب ورحوك قد الاثنين تيكم ما نذبه اليوم بربيت القايس استطلع ميداني دومه تطروحن بأسئلة هباط من حبون ذو محافظات قرهوتن إكاي غربهم ما نذبه اليوم وليلة القايس قوبهم برك استطلع ذوم. أنا رحت المهرة في 96-97 تقريبا وجلست فيها 6 شهور لغتهم صعبة جدا ولكن أعرف بعض الكلمات مثلا تحوم حمى يعني تشيماء خبور لما يقول لك كيف حالك خبور تقول له خبور خير بس لغتهم صعبة في كلمات هناك لم أفهمها مثلا قروب ورحوق هذه أنا لا أعرفها بالضبط لأني يعني لش مندمج مع المغريين ولا عندي خبرة أني أتحدث معهم ولكن مثلا أصدقائي عيال عمي قرابنا يعني مثلا أسرة الجبل غيره يشتغلوا في المهرة وعندهم خبرة كثيرة باللغة المهرية ويعرفوا فيها وطبعا لغة المهرة لغة يعني مشهورة ولغة جميلة جدا. والله أبناء المهرة هم أخواننا وأبناءنا ونحن نروح المهرة لكن بالنسبة للهجة هي لهجة خاصة بهم ما نقدر نميز لهجتهم إذا هم يتحدثوا بينهم البين هذا شيء يخصهم نحن ما نقدر نفهم حاجة. بالنسبة للغة المهرية أنا زرت المهرة في 75 و900 ألف وأعرف بعض الكلمات منها مثلا قروب أقرب رحوق أبعد تواليت ماء حيريز كلمة رز وكلمات كثيرة وهي مشهورة جدا لكنها انغرضت في مكان محدد ولكن اليوم مع التواصل الإعلامي أنا أعتقد أنه ستظل لغة مهمة في البلد بشكل عام. اللغة المهرية هي لغة حميرية قديمة ولها مميزاتها الخاصة يتناقلها أبناء محافظات المهرة فيما بينهم فيما أن عندما يتكلم مع صاحبي أو معك صاحب المحل التجاري فهو يتكلم معك باللغة العربية لكن فيما بينهم يتكلمون باللغة المهرية تحم حمو تحم شيلا تحم تهكره تحم شكوفة تحم دراعة تحم هالبود يعني هذه اللغة الذي لا يفهمها الكثير الذي لم يعيشوا في محافظات المهرة فهي لغة يعني ممتازة جدا. هم عندما يتكلم مع صاحبه ومع أي فرد يقول خبور يعني كما نقول احنا السلام عليكم خبور هو يقول له خبر خير من هو يقول له من بومة حم تهكره يعني وين بتروح من والله من هنا لهنا للبيت تحم شكوفها تحم تهكر. فاصل ومن بعده نكمل من بقية الفقرات. في كل قرية ثمة حكاية تستحق أن تروى، أن تصبح خبراً وقضية رأي عام. نطمح أن تكون حلقة الوصل بين واقع الإنسان وطموحه. في كل ربوع الوطن نتجاوز الجغرافيا وخارطة الحرب ليكون الإنسان محور اهتمامنا. ننقل قضاياه ومعاناته وإبداعاته ومبادراته.
نحضر فعالياته ونحلق في سماء الثقافة. يا هاي بيك مطور قاهر بفقرة ذيمة من البرنامج مثنوت انتيكم بكات قت بمحافظة ذميرة واسد غربكم ميكن من هابون يغلقم من خيور ذبكياء لقريذ يغفيلم ويرويح من الحنفيهم حقوز برد ذميرة قاتها ميكن من طيفون يغفلم بحايق وينفسم الحنفيهم بكياء اليوم هاس غير سن من خيور ذبكياء وسن تحوم من حات يغليك شيسن كلها حيت ومسؤولية نحمهم يغليكم ويطويرم بكيال يوم مغلق أوتن لقطات من حقوز بمحافظ بمهره برك فيديو ذا مثال يبرن عن مواقف تولو قهم هاولو يكون مثالهم ورث من باديهم ومثال يكون هاس مثال لاب بهل لكن اما غزار طات هرقي هيكم فقرة ذيمة لمثال بمهرية نوكا من هاولو وشنا كلمته ومثال يهثين حذوك الذبال يرض وثبوتهم بالي مثال يبيدلا يوم ربال مثال ذي سيور بحيس يقوط يمر مثال ضومة كل يوم والتي في ساوي قوطة ومقارن أدي كودر لا يهتم فتنة
وصلنا نجيكم لتوليد حلقة من البرنامج حبون دمهرة أسبوع انضم، وانت حين خصم مشاركاتك من خلال هاشتاك حبون دمهرة روابط البث لحلقة ذيمة. هم بالي حوم تكين مقفلكم مشان بفقرات حلقة ذيمة ونكتوسي بحلقة غريهة إن شاء الله. تحياتي هيكم هو محمد بالحاف، تخلوا فيكم وفيت.